في الحقيقة يعني بنحاول نكون مع حضراتكم كل يوم في فقرة توعية دينية نتحدث فيها عن فضل هذا الشهر الكريم. نروح مع حضراتكم بفقرة سريعة مع ضيفنا الكريم وهنشوف فيها يعني بعض النصائح الدينية المتميزة في هذا الشهر. فيا أيها الإخوة المسلمون، في هذا البرنامج صباحك مصري، تهنئة خالصة من أعماق قلبي بهذا الشهر الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصيامه وقيامه وسائر الأعمال فيه الصالحة. لكن كل عمل خلا من نية فهو أبتر، أي مقطوع الصلة بالله. فلا بد أن يسبق كل عمل نية، ورب عمل تعمله بلا نية يفتقر إلى النية فيكون مقطوع الصلة بالله عز وجل. وكما قالوا قديما، نية المرء خير من عمله، فقد تنوي العمل ولكنك لا تمكن منه ولا تستطيع أن تفعله فتؤجر وتأخذ بأجر نيتك. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذا أيها الإخوة المسلمون، النية تقدم على الإخلاص. لماذا؟ لأن الإنسان قد يخلص للعمل ويخلص في العمل، ولكنه ليس يكون فيه نية خالصة لله جل وعلا، أو نية مشوشة أو متشعبة قد يكون فيها شركاء كثر. فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. فلذا يقول: من أشرك معي في عمله شيء فهو للذي أشرك به. فالله يتبرأ من العمل الذي فيه شركاء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في مرضاة الله جل وعلا فهو في أعلى درجة، ورجل لم يؤتى مالا فهو يتمنى أن لو كان لي مال لأنفقته في سبيل الله مثل فلان ابن فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يتصرف فيه على أكلته، ويتصرف فيه بهواه دون أي وازع ديني أو إخلاص أو تجرد لله جل وعلا. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: فهو في أحط درجة. ورجل لم يؤتى مالا ولا علما فهو يقول: أن لو كان لي مال مثل فلان أو علم مثل فلان ابن فلان لتصرفت فيه مثله، أي في ملذاته وهواه. فيقول صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء. رغم أنه لم يكن لديه مال ولم يكن لديه شيء، إلا أنه تمنى أن يكون مثل الرجل الذي هو في أحط درجة. فلذلك عاقبه الله جل وعلا أن يكونا في الوزر سواء. ولذا يقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ولذا أيها الإخوة المسلمون، ينبغي أن نفرد الله جل وعلا بالعبودية، ونستخلص عبادتنا لله جل وعلا، ولا نترك لها شريك، ولا نشرك بعبادة ربنا أحدا. وكما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ينبغي أيها الإخوة المسلمون
أن نفرد الله جل وعلا بعباداتنا وألا نشرك معه أحدا، فذلك هو محط قبول الأعمال والإخلاص فيها يرفعها. وكم من أناس أخلصوا في أعمالهم ولكنهم لم يجعلوها لله جل وعلا ولم يسبقوها بنية، فلذلك كانت مبتورة ومقطوعة الصلة بالله جل وعلا. وكما قالوا: كل عمل خلا من نية فهو أبتر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.